إن افتتاح المحاكم التجارية سيسهم بإذن الله تعالى في توفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، مع ما يترتب على ذلك من تعزيز بيئة قطاع الأعمال بشكل عام، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة، علاوةً على أن وجود محاكم تجارية متخصصة سيحقق تحولًا نوعيًا في مفهوم القضاء المؤسسي، وهو ما نرجو أن يجد أثره الإيجابي في سرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي بإذن الله تعالى.